السلام عليكم ورحمة الله. وصلنا اليوم التحدي الثامن من تحديات ال14 يوم من تحديات فورتنايت، وكالعادة التحدي كثير سهل، وراح احط لكم في نهاية المقطع الجائزة. بس انسوا اللايك والاشتراك بالقناة لان ننشر التحديات بشكل مستمر كل يوم اول ما تنزل. التحدي الثامن: قم احداث ضرر على اللاعبين باستخدام 8 اسلحة مختلفة. من اسهل التحديات، لازم ندمج اللاعبين اللي ضدك باستخدام 8 اسلحة مختلفة. اللي يجي على بالك، لو دمج لاعب بالاس ام جي العادي راح تاخذ نقطة، ولو دمجه بالكومبات كمان راح تاخذ نقطة، ولو تشيل معك بومب وتدمج راح تاخذ نقطة، وانك تشيل هيفي. التحدي نفس ما قلت لكم كثير سهل، اسلحة مختلفة ودمج اللاعبين بيها، ولازم يكون 8 اسلحة مختلفة، مو 8 انواع، 8 اسلحة مختلفة. يعني عادي سكار كاتم، سكار عادي، ام 16 بنفس الجيم، ما في اي مشكلة. وطبعا عادي حتى لو تدمجهم واحد، بس المهم انك تدمجهم بالسلاح اللي معك، وفي اكثر من جيم او في جيم واحد ما في اي مشكله. وحاليا طور تيم رامبل متوفر، يعني راح تقدر تخلص التحدي بكل سهوله وبجيم واحد. هذا مقطعنا اليوم، تحدي سهل ومباشر، وتحذير حرق، الهديه راح تطلع بعد 3 2 1. وهذه هي الهديه. اشوفكم الفيديو الجاي، ومع السلامه.